وفاة 3 أشخاص في حريق داخل محل لبيع البنزين المهرب في جابس. رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية مع تحسن الأوضاع الأمنية وتوقعات بارتفاع نسق الحركية التجارية. وتونس تدعو إلى مراعاة دول الجوار الليبي وتطالب بإبلاغها قبل أي تدخل عسكري في ليبيا. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في جابس اندلع حريق بمحل مخصص لبيع البنزين المهرب مسفرا عن وفاة 3 أشخاص حاصرتهم النيران داخل هذا المحل الذي تم عزله عن بقية المساكن لمنع تسرب النيران إليها. أسفر حريق اندلع بمحل لبيع البنزين المهرب بشارع تونس بجابس المدينة عن وفاة 3 أشخاص. نيران عاتية اندلعت بهذا المحل وجدت الحماية المدنية صعوبة في إطفائها رغم المساعدة الكبيرة التي وجدتها من المواطنين. خلطنا نعم الأولاد يطبلوا فهمين، لين تخنقوا بالقار تخنقوا بالدخان فهمين، والحماية فهمت تجي معناها تعبي الماء وتجي توخرت ياسر الحماية. حادثة كبيرة أخويا، راهو الحكاية كوليكا وقت اللي يحاولوا هم أنهم يدخلوا يمنعوا العباد حتى يكسروا لهم من تالي الوقت نتاعهم جيري طار شوي فهمتني. هذاك علاش خاطر العباد بدات النار تكثر ومازوت إيسونس كما تعرف، مازوت إيسونس معناتها النار تاكل برشا. النار اللي صارت هذه والكارثة اللي صارت هذه أكيد أكيد برشا إيسونس الداخل أكيد. صار له زي الماس وشنو هو يصب في الليسانس اللي هلبت فهم شعرة النار مناش هم الولادات صغار اللي توفوا معنا كل شيء، هو الولادات صغار معنا اللي توفوا فهمتني. خبزة هو قضاء الله وقدر، لكن معناه شباب معناه زي ما تقول بطال معناه ما يخدمش. هذا الحريق كان من الممكن أن يطال مساكن أخرى لولا الجهود المضنية التي بذلت لإطفاء النيران. تم تدخل بعدد 2 وسائل اطفاء وزدنا عززنا بعدد 2 وسائل اطفاء اخرى الى حين تم القضاء نهائيا على الحريق وتم الرفش في خصوص الـ3 محلات اللي شعلت هذه المجاوره لبعضها في نفس المنزل. تبين انه بالنسبه للحريق فيه اثر على 3 ضحايا. ثم امراه تم نقلها لانه تم تصريحها بالوقت ما طلبهاش. تم عزل المساكن المجاوره للحريق بستار مائي باش نمنعوا تدفق مرور النار ليها. تعرف بالنسبه للامور هذه نتاع البدن البلاستيك لور انه تشعل النار يذوب وما نعرف معناش كميه بالضبط لانه ما يفوق 5000 لتر من البنزين. الأسباب واضحة، عقب سجارة ولا لربما شرارة ولا حاجة. الحريق يعيد للأذهان حرائق أخرى اندلعت بسبب تجارة مخالفة للقانون. بعد إعلان وزارة الداخلية رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية، كاميرا الأخبار تحولت إلى عدد من الأحياء بتونس العاصمة لرصد انطباعات التجار والمواطنين بخصوص هذا القرار. بدأ الليل يسدل ستاره على هذا الحي المعروف بحركته التجارية بتونس العاصمة، حركة بدأ فيها بعض المترجلين وهم يمشون على مهل بسبب رفع حظر التجول فيما يبدو. شيء يفرح معناها كي الكوفر فيو يتنحى، خاطر نحسوا اللي بلادنا استقرت، الأمن معناها رجع. رأي مخالف لما سبق سجلناه في أحد المقاهي المترامية على أطراف هذا الشارع الرئيسية. الحاجة اللي مش باهية اللي هي أصحاب السوق يستغلوا الفرص معناتها للبركاجات وللسرقة وللحاجات المش باهية. في المقهى ذاته وفي مقاهي ومطاعم مجاورة والتي انبعثت منها تباعا روائح القهوة والأكلات بمختلف أصنافها، سألنا عن إمكانية ارتفاع نسق الحركة التجارية بها بحكم رفع حظر التجول. في واحد يلزم يخدم على روحه توا ان شاء الله معناها باش نوليو نخدموا ان شاء الله حتى يكش الاربعة نتاع الصباح الاربعة ونص باش نحاولوا باش نحسنوا الخدمة شوية. هذاك شنو نتمنوا له؟ ان شاء الله ان شاء الله باش تعاود تحرك. شوف حبة الله مدة مدة باش ترجع. أحد أصحاب الأجرة التاكسي الذي وجدناه وهو يهم بنقل حريف لوجهته
يلخص في هذه الشهادة رجاء كل من استجوبناهم. إن شاء الله ربي يسهل وتتحرك الأمور وكاو. تمن نعتقد أنكم تشتركون فيه وتقتسمونه. طلبت تونس من دول تحالف ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، طلبت إبلاغها قبل البدء في أي تدخل عسكري في ليبيا، ودعت إلى مراعاة دول الجوار الليبية. احتمال تدخل عسكري للتحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا دفع بالدبلوماسية التونسية مطالبة دول التحالف بإعلامها بذلك ومراعاة دول الجوار الليبي، مجددة دعمها لمسار تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا. بعض التدخلات الأجنبية والقصف لمقاومة داعش، أنا أقول بكل وضوح أن الأصدقاء من الدول التي تفكر في هذا، أقول لها ما تفكرش فقط في مصالحك أنت، تفكر أيضا زادة في مصالح الدول المجاورة وفي مقدمتهم تونس. أمر حدا بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى إجراء لقاء بوزير الخارجية خميس جهناوي من أجل التباحث حول الملف الليبي للتأكيد على ضرورة إسراع الفرقاء الليبيين بتشكيل حكومة وفاق وطني في ظل تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي من شأنه أن تكون له تبعات أمنية على دول الجوار الليبي. أي تدخل عسكري ضد داعش في ليبيا يكون بعد أعلام تونس واستشارتها حتى لا تكون لنا تداعيات أمنية. تمدد داعش في ليبيا يمثل خطرا أمنيا على الليبيين أولا، لكن أيضا على دول الجوار الليبي، ومن المهم للغاية تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا في أقرب الآجال، وعلى برلمان طبرق منح الثقة لهذه الحكومة حتى تشرع في عملها. بالتوازي مع ذلك يجري رئيس الحكومة الوفاق الليبي فايز السراج مشاورات حثيثة من أجل تشكيل حكومته قبل تاريخ 8 فبراير الجاري. كان لنا لقاء. وقد أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول إلى إمكانية تدخل عسكري فرنسي في ليبيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في حال قدمت الحكومة المقبلة طلبا دوليا، واستجاب المجتمع الدولي إلى مثل هذا الطلب. فرنسا قد تتدخل عسكريا في ليبيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في حال قدمت الحكومة الليبية المقبلة طلبا دوليا، واستجاب المجتمع الدولي إلى مثل هذا الطلب. هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي. لوفول شدد في المقابل على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس لتتولى فيما بعد توجيه طلب دولي للتدخل العسكري الأجنبي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدا أن بلاده لن تتخذ مبادرات منفردة على غرار مالي، وإنما القرار يجب أن يتخذ على المستوى الدولي أو الأوروبي. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد نفى أمس على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي بروما، نفى أي نية لبلاده للتدخل عسكريا ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. من جهتها لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة خطر هذا التنظيم في ليبيا، وأوضح البيت الأبيض في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتلقى المعلومات أولا بأول عن خطر امتداد نفوذ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي الليبية، وأن واشنطن ستتخذ إجراء للتصدي لهذا الخطر وإن بشكل منفرد إن استدعى الأمر لحماية الشعب الأمريكي. في خطابه خلال موكب تقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بتونس، أشار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المصاعب التي تعيشها تونس في علاقة بالتنمية والتشغيل والآفاق الممكنة لتجاوز هذا الوضع بفضل قدرات التونسيين الذاتية ومساندة الدول الشقيقة والصديقة. في موكب تقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بتونس، تحدث رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن اختيار تونس نهج الديمقراطية برغم كم الصعوبات. نحن متجهون في هذا
ولا يفنينا أي تحدي، لأننا عزمنا على كسب كل التحديات بما وفره الله لدينا من إمكانيات ومن طاقات. ولكن أيضا احنا لا ننسى أننا نعول على أشقائنا وأصدقائنا المقتنعين بهذا النهج. الباشا قادر السبسي قدر في خطابه أن المصاعب التي تعيشها تونس طبيعية في فترة انتقالية، وحده الحوار وكما كان مفتاح أزمات سابقة يمكن أن يكون مع التوافق الحل في الوقت الراهن، وبين أنه منذ 5 سنوات لازالت الأسباب التي أوجبت الثورة قائمة، وأساساً البطالة والتهميش الذي جعل عدة مناطق خارج الحركة الاقتصادية، غير أن العمل على معالجة كل هذا لن ينقطع في سياق حلول واضحة مع مكافحة الإرهاب. النسق الاجتماعي واللي مشينا فيه والحل الاجتماعي ما يرضيش كثير من الإرهابيين هذا، لأن تونس وعدت ونفذت التنسيق الحقيقي بين الإسلام والديمقراطية. رئيس الجمهورية أكد أن تونس منفتحة على كل الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة آفة الإرهاب وللتنسيق فيما يخص القضايا الإقليمية. جدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره بمناسبة مرور الذكرى 3 لاغتيال الزعيم السياسي شكري بالعيد، جدد مطالبته بالكشف عن مدبري جريمة اغتيال شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي وعن المخططين والممولين والمنفذين والعاملين على طمس أثارها، معربا عن يقينه بأن كشف هذه الخيوط هو من أهم عناصر ضمان الاستقرار السياسي في تونس. وذكر الاتحاد بمطالبة الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2013 باعتبار يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة الإرهاب. أعطيت اليوم بولاية القصرين شارة انطلاق البرنامج الوطني لدعم قدرات الشباب في مجال تطوير تطبيقات الجوال، وذلك في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020. من ولاية القصرين أعطيت شارة انطلاق البرنامج الوطني لتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، ومنها أعلن عن ثورة اقتصادية رقمية أعلان واكبه عدد هام من الشباب المعطل عن العمل. مش نعلموا 8000 شاب في ولاية تونس الكل، في ولاية تونس الكل مش نعلموهم باش يعملوا التطبيقات الجوالة. تطبيقات الجوالة هذه هي صنعة، هي حرفة، كما تقرأ غادي يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. صنعة القرن 21 هي التطبيقات الجوالة اللي نجموا يبدلوا بها، كي يتعلموا كيفاش يعملوها ويستعملوها كمهنة ينجموا يبدلوا بها حياتهم وحياة اللي دايرين بها. مشروع المراد منه دعم القدرات الشبابية في مجال التكنولوجيا، ويهدف إلى تكوين 8000 مشترك من بينهم 500 شاب وشابة من ولاية القصرين. لقيت حاجات بيه انه هو بروجرام سورتو باش يستجيب للسوق العالمية، حاجة جديدة ممكن تفتح لنا مجال جديد نجم نواجه به البطالة. مدة التكوين إن شاء الله معناتها تكون مدة التكوين في المواسم اللي جاية أطول من مدة التكوين هذه 3 أشهر، كون تنجمش تخلي شخص ما عندوش علاقة بالميدان العالمية يتمكن من الميدان هذا ويولي ديفلوبر. وبالإعلان عن شارة انطلاق البرنامج الوطني لتطوير تطبيقات الهاتف الجوال بالقصرين خطوة أولى نحو تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي. وخلال ندوة صحفية تم استعراض دعم التنمية في المناطق المحرومة، برنامج يهدف إلى التقليص من البطالة وتشرف عليه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. برنامج دعم التنمية في المناطق الأقل نموا بتونس الذي تسهل على تنفيذه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات استقطب 2000 منتفع من الشباب للاستثمار في كل من ولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة. البرنامج تعمل كان ممول من الاتحاد الأوروبي قرابة 14 مليون دينار وخلق معناها العديد من مواد الشغل محليا، تجربة خارقة العادة وفيها مقاربة تشاركية مع الأهالي في 5 ولايات معناها اللي من أقل الولايات اللي فيها التنمية. منظمة العمل الدولية بدأ التدخل هنا يعني في بداية 2012 من خلال بعض المشاريع
واخترنا طبعا بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين الحكومه ومنظمات النقابيه ومنظمات الرباب، اخترنا بعض الولايات الصعبه لا شك ان صعب التدخل فيها نظرا لمستوى الفقر نظرا لمعدلات البطاله. مشروع دعم التنميه في المناطق المحرومه وخلق مواطن شغل في 5 ولايات ارتكز على بعث مشاريع صغرى تعنى اساسا بتوظيف الموارد المحليه التي تمتاز بها المناطق المعنيه. المشاريع تختلف من ولايه الى اخرى، مثلا ولايه نعطي مثل ولايه سليانه ناخذ معتمديه كسره، كسره هي منطقه غنيه وثريه جدا بالكرموس، يعني كانت الفكره انها مثلا ناخذ مجموعة من النساء الريفيات ونعلمهم تثمين هذه الثمرة. هي لمحة عن النتائج الأولية لبعض المشاريع التي تثمن الموارد المحلية في 5 ولايات المنجزة من قبل عدد من العاطلين عن العمل، من المنتظر أن تشمل عددا آخر من الجهات الداخلية لتستقطب أكثر عدد من متساكني المناطق المحرومة. وإلى جانب المبادرات العمومية للتشجيع على الاستثمار وخلق فرص العمل، مبادرات خاصة تحفز على العمل كالتي أطلقتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في إطار برنامج ثنيتي، فتقرير التالي مزيد من التفاصيل. برنامج ثنيتي يمنح الشباب العاطل عن العمل وحامل الشهائد العليا بالجهات الداخلية فرصة لتقديم أفكار مشاريع لدراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. ثم لجنة باش تدرس المشروع، لجنة محلية من كل جهة، معناتها من جهة بيدها يدرسوا المشاريع، يشوفوا اللي عندهم جدوى، اللي عندهم جدوى يأطروهم ويكونوهم يعاونوهم، يعاونوا الشباب باش يعمل دراسة الجدوى ويكون فكرة بيان سور نتاع مؤسسة قابلة للتمويل من بعد يقع تكوين. برنامج تأمل كونكت أن يساعد على خلق أكبر عدد من المشاريع وآلاف فرص الشغل، كما أنه يضع الباحثين الشبان على الخط مباشرة مع مؤسسات التمويل. وإلى جانب التسهيلات في التمويل للباحثين الشبان، فإن مجالات الاستثمار أصبحت أوسع في ظل وجود أسواق جديدة وآخرها السوق المالية التي كانت وجهة وفد مشترك من كونكت ومجلس الأعمال الإفريقي واتحاد المؤسسات الصناعية، وجهة أكد الوفد أنها تمثل آفاقا واعدة للمستثمرين التونسيين. 31 رجل أعمال اللي رافقونا في الزيارة هذه كل قاوا حظهم، سواء على مستوى رجال الأعمال اللي منتظرينهم غاديك، على مستوى التسهيلات اللي قدمتها الحكومة المالية، مش المشاركين هذم الكل يتعرفوا ويتحصلوا المعلومات والحوافز اللي ممكن يحتاجهم اي رجل اعمال داخل على سوق جديده. لنا زوز اتفاقيات، واحده مع الغرفه التجاريه والصناعيه الماليه، وهذه اتفاقيه تشمل التبادل التجاري والمساعدات التجاريه بين البلدين. مضينا اتفاقيه ثانيه مع الكونفدراليه الماليه لرؤساء الأموال، يعني لرجال الأعمال المالية. نتائج وصفها الوفد بالإيجابية، منتقدين غياب المسؤولين عن مثل هذه الزيارات لما لها من نتائج إيجابية على الاقتصاد التونسي. في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، معاناة وألم عديد العائلات التونسية تتواصل، معاناة تتفاقم معها الحاجة والفقر. وسام ذو 12 سنة أنهكه مرض السرطان وغير مجرى حياته. بكلمات متقطعة في طياتها الكثير من الحزن، يتحدث وسام ابن 12 ربيعا عن مرض السرطان الذي أنهك جسده الصغير، وعن المشقة التي يتكبدها أثناء التنقل إلى أحد المستشفيات بمدينة سوسة لتلقي العلاج. كنت نقرب القدا كل شيء وناشط، شوي كي جاي المرض كل شيء، قلت ما نحبش ما نجمش نقرا، ما نحبش نجمش نمشي، نحس روحي ما نحبش نقرا. نحب ولدي يرجع كيما صحابه، نحب ولدي ما يبكيش كي يمشي للمكتب يجيني يبكي صحابه نوع ونوع. نحب ولدي يرجع عادي كيما عيطوا يقرا مع صحابه. تعبه انا في روحي حياتي تعبه، فعلى خاطر ولدي قلبي مريض ما نلقاش باش نهز السوسه مثلا نهز فيه ونرجع بالموعد، ما نلقاش نتسلف منك ومن غيرك. ظروف اجتماعيه مترديه تعيشها عائله الطفل، وصعوبات في الحصول على العلاج تطرح اسئله حول مدى توفر الامكانات الطبيه في مستشفى القيروان، وعن كيفيه تعامل صندوق التامين على المرض مع هذه الحالات.
كم هائل من المرضى اللي يتكبدوا عناء تنقل. ان شاء الله باش يتم تطوير قسم امراض السرطانيه وتوسعته، وان شاء الله زاده في حتى في السبيطار الجامعي الجديد باش نخموا باش نعملوا قطب كامل المداوات بالاشعه ومداوات بالطب الكيميائي. الصندوق الوطني للتنميه الأمراض يتكفل بالامراض هذه المزمنه بالنسبه للمخاطين بتاعه. شو المرضى كل الامراض المزمنه احنا نعرفوا بصفه عامه ما فيهمش معنا سقف محدد للبحث. لهنا الصندوق يصرف المبالغ اللي تتطلب حالته الصحيه باش يصرف عليه في حدود، اذا كان عملنا خيارات في المرض المزمن في حدود 100%. في اليوم العالمي للسرطان تؤكد احصائيات ان 15 مليون شخص يموتون سنويا جراء هذا المرض، اغلبهم في البلدان الناميه. للتصدي لفيروس زيكا وضع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة خطة وطنية إلى جانب بعث خلية أزمة للمتابعة. المرصد بعث كذلك برسالة طمأنة مفادها عدم تسجيل أي حالة في تونس. مع الانتشار السريع لفيروس زيكا في حوالي 24 دولة منها البرازيل التي تتصدرها بتسجيل أكثر من 4000 حالة، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية. فيروس يعد مستجدا وينتقل عن طريق البعوض ويتسبب في تشوهات خلقية لدى المواليد الجدد، أعراضه الحمى والطفح الجلدي. تونس استجابت لتوصية منظمة الصحة العالمية ببعث المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة خالية أزمة وضع خطة وطنية تتضمن التدابير اللازمة الواجب اتخاذها للمسافرين القاصدين أو الوافدين من الدول التي انتشر فيها هذا المرض. كل مسافر راجع من البلدان هذه في حدود 12 يوم تظهر عنده العلامات، هذم يتصلوا بالطبيب المباشر متاعهم اللي ماشيين، يلزمهم كيف كما قلت لك يتوقعوا من قرصان الناموس في البلدان هذه باش يزوروها، معناتها يلبسوا ملابس ما تكون تحمي ما تغطي البدن الكل باش هكاك الناموس ما يقرش، خاطر الناموس هذه الخاصيه نتاعو انه يقرص في النهار. اداره حفظ المحيط هي عندها مخطط تقوم به كل عام لمقاومه الناموس، احنا تقوم به من ابريل، تبدا في ابريل، حبينا نعزوا المخطط هذايا ونبداوه من توا. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يؤكد أن هذا المرض غير معدي ولا يتسبب في وفاة المصاب، ويبعث برسالة طمأنة مفادها عدم تسجيل أي حالة في تونس. المرض هذا هو يتم الانتقال متاعه عن طريق بعوض من نوع الأيديس ألبوبيكتوس، اللي هو البعوض هذا ماهوش موجود في تونس، راهو ما عندنا حتى ريسك بالنسبه لتونس، واحنا قاعدين ما عندنا حتى حاله لا في تونس لا في بلدان الشرق الاوسط. وفق المختصين لا يوجد علاج محدد لهذا المرض أو لقاح مضاد له، وأفضل طريقة للوقاية منه الحماية من لسعات البعوث. جاء في بيان وجهته وزارة النقل إلى الرأي العام أنه تبعا للتحركات المفاجئة والخطيرة التي انطلقت صباح أمس بميناء حلق الوادي بقيام عدد من أعوان وسائقي الشاحنات بالشركة التونسية للشحن والترصيف غلق الباب الرئيسي للميناء وقطع الطريق، ما أدى إلى شلل تام على مستوى النشاط اليومي لهذا المرفق العمومي. ورغم السعي إلى فتح قنوات الحوار لإيجاد حلول جدية فإن جميع المساعي باءت بالفشل، وبالتالي فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في شأنهما. تؤمن شركة النقل بتونس حوالي 50% من النقل العمومي المنتظم الحضري، إلا أن هذه الشركة تعاني من وضعية مالية صعبة لأسباب عدة، ومنها ما تتكبده من خسائر بسبب تهرب بعض المسافرين من دفع ثمن تذكرة السفر أو ما يعرف بالترسكيا. لمثل هذه التصرفات يلجأ البعض تهربا من دفع ثمن تذكرة السفر. التهرب أو ما يعرف بالترسكيا عمق من أزمة شركة نقل تونس خلال سنوات ما بعد الثورة، لتصل خسائرها بسبب هذه الظاهرة إلى 60 مليارا. هذه مداخيل كانت باش تدخل للشركة وما دخلتش. 60 مليون دينار هذه كانت تنجم تشرينا 240 حافلة جديدة. 30% من عدد المسافرين الذين يرتدون وسائل النقل العمومي يتهربون من دفع ثمن التذكرة لأسباب مختلفة. لا غالب ما عنديش فلوس، أول نهار نخدم ما خدمتش فلوس ما نعرف. العباد بالحق ما عندهاش أختي،
يا اخي نكذبوا على بعضنا؟ ما عندكمش حق تسكري؟ اي ساعات يبدا جيعان في كرشو. عبير ستانس تاكيك بالهما جاي. فهمت؟ وانا راني نحكي معك وانا ورا سكيرة. اخر حاجة واحد يتصورها انه معناها باش يمشي يقف في كيشي وياخذ تذكرة ويقصها ويركب فيها في المترو معناها. ما الخدمة نتاعهم لما حلموش هذيك الكل، الخدمة نتاعهم المترو يجي بعد نص ساعة. أنا واحدة من الناس ساعات مثلا نتلزم نجي نمشي 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 نخلط نلقى المترو آخر وقت الراس كي نتعدى ما نقصش. ما مشيت في دمنا يلزمنا ما نقصوش. أنا واحد الناس مانيش قاصطة، مروح بين عروس. عديها بجا ربي يعطيها. والله ما فماش رقابة برشا. مسيب. اي راسكي يدخلوا منا يعسوا يعسوا قالك سارق يغلب لي حاحي. وللحد من التهرب من دفع ثمن تذكرة السفر قامت شركة نقل تونس بتخصيص حوالي 80 عون مراقبة في مداخل المحطات وداخل الحافلات وخارجها. في نهاية 2015 معناها نمو، مش نمو معناها نسبة سلبية. اليوم وقت اللي حطينا المراقبة بدينا نسجلوا قرابة زيادة في المداخيل مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة في 15%. تراجع التراسكي رافقته صعوبات تعترض أعوان المراقبة في المحطات. مراقب زميلنا تهجم عليه مواطنين، وأنا بيدي واحد من الناس صارت لي ديجا قال هنا، وكل صباح قاعدة تصير الحكايات هذوما يسبوا في النهار بالألف مرة. فهمني تقول له برا قص سكرتك يولي فهمني يسيب كلام بذيء. يذكر أن شركة نقل تونس قد قامت مؤخرا بانتداب قرابة 170 عونا سيستغل نسبة هامة منهم للمراقبة. في موسم جديد من التخفيضات الشتوية الذي يتواصل إلى 15 من مارس المقبل، تطرق أبواب المحلات من قبل المشتري أو المكتفي بالنظر والمعاينة فقط، ليبقى التباين في الإقبال متواصلا مع تواصل التخفيضات. كاميرا الأخبار رصدت بعض المحلات ورأي التاجر والمشتري. في سادس أيام موسم التخفيضات الشتوية أو السولد كما يسميه التونسي، محلات تعج بالحرفاء، محلات أخرى يكتفي المارة بالنظر إلى واجهاتها أو تفحص معروضاتها، فيما يقبل آخرون على الشراء. وبين هذا وذاك تونسي يشتكي وكعادته من تخفيضات على الواجهات فقط. من ناحيه الحركه راه قله، في معناها الازمه اللي عايشينها نحن توانسه كل دون بار دوتر بار، باش نقول لك فما انخفاض اسعار معناها باتم معنى الكلمه ما ريتوش. انا من قروان جيت فريسك للسولد، فماش سولد في تونس؟ فما سولد، فما سولد. انا جيت قبل السولد وشفت الاسوام، وتو اليوم كي رجعت نلقى سولد. مثلا هذا خديته ب 25، اليوم لقيته ب 17. بوتيكات كلها معبيه على الاخر، واصلا بالصف برا امشي شوف غادي باش تدخل تقيس بالصف. مش الناس كل قاعده تشري، معناتها فما حاجات تحس فما ناس مش قاعده تشري، معناتها تشوف وتخرج. العباد وين مش تدور، وين مش تشب الدنيا غاليه، فماش. حلها كان بالفريب، والفريب زاد حتى لبسه تلقاه كابيش ب 100,000. التجار من جانبهم اشتكى بعضهم من قلة الإقبال أثناء موسم التخفيضات، فيما تحدث البعض الآخر عن قلة ثقة التونسي في هذه التخفيضات. فماش حتى شيء، معناها فماش خدمة كبيرة، مش سول تاع العادة. المواطن أصلا ما عندوش ثقة معناها في التجارة في الأسواق. فهمتني؟ الحمد لله لاباس، كل نهار ونهار، ما عارف فما قبال نهار شوي شوي. البريود الأولانية معناتها سافا، لا مثل ولا مشيت. توا فما شويه تحت شويه الخدمه. بين محل واخر يتباين الاقبال في موسم التخفيضات الشتويه الذي يتواصل حتى 15 من مارس المقبل. في شأن آخر، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى عدد من القضاة الإداريين بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، خاصة فيما يتصل بالنزاعات الممكن حصولها بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية. تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المحدد أواخر هذه السنة يستوجب أولويات ثلاث حسب يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية، منها أعداد مجلة الجماعات المحلية والتي ستحدد صلاحيات كل من الجماعات المحلية والدولة، كما أنها ستوكل مسؤولية التنمية إلى المجالس الجهوية المنتخبة. الوزير شدد أيضا على أهمية التقسيم الترابي وتعميم النظام البلدي. أكثر من 3 ملايين تونسي
معناها غير مشمولين بالنظام البلدي، فاحنا نشتغل على تعميم النظام البلدي الى كافه المواطنين التونسيين، وهذا سيقع خلال 2016. والاولويه الثالثه هي القانون الانتخابي، والقانون الانتخابي هي نقطه من مسار المركزيه. اليوم باش ننطلقوا في مناقشه المسار القانون الانتخابي مع مجلس نواب الشعب. من جهتها استحسنت القاضية بالمحكمة الإدارية سهام بوعجيلة تلافي الإخلالات في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 14 و2000 والمتعلق بالانتخابات، منها التمديد في أجال البت في النزاعات المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية وإسناد نزاعات الترشح كاملة إلى القضاء الإداري. تم اقتراح عدد من الدوائر الجهوية على مستوى الجهات، وهو لأول مرة يتم يعني تفعيل هذا الجانب من اللامركزية القضاء الإداري. المحكمة الإدارية رأت تفعيل هذا الفصل، وخاصة أنها تعتبر أنه النزاعات الانتخابية وخاصة الانتخابات المحلية هي نزاعات إدارية بامتياز، وهو لابد أن يكون اختصاصا مطلقا للمحكمة الإدارية، وعلى هذا الأساس سيقع أحداث هذه الدوائر. لكن الإشكال اليوم المطروح هو أنه أحداث هذه الدوائر يتطلب إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية، هل المحكمة الإدارية لديها هذه الإمكانيات؟ ولم ينفي قضاة الحاضرون خلال جلسة الاستماع عدم توفر الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية، وقالوا إنهم سيطلبون اعتمادات إضافية من رئاسة الحكومة. أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لورا بيتزا أن الاتحاد الأوروبي يولي عناية كبرى للإعلام التونسي وخاصة الإعلام العمومي، وأكدت سفيرة تقديم الاتحاد الأوروبي منظومة إصلاحية تهدف إلى دعم الإعلام العمومي السمعي البصري من الناحية التكنولوجية، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار تقريب المعلومة من المواطن، وأن التلفزة الوطنية ستربح الرهان التكنولوجي الذي يضمن جودة المعلومة رغم التكلفة باهظة. كان ذلك خلال زيارة أدتها سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لمقر التلفزة الوطنية. أنا سعيدة جدا بزيارتي لمقر التلفزة التونسية، خاصة وأنها تستجيب تقريبا لمتطلبات التطور التكنولوجي رغم ما تعانيه من مشاكل حدثني عنها رئيس المدير العام للتلفزة. لقد وضعنا برنامجا لدعم الإعلام التونسي بميزانية تقدر بعشرة مليون أورو، سيكون للتلفزة التونسية نصيب فيها، وسنعمل بدورنا على مساعدة الإعلام العمومي ليكسب هذه الرهانات التكنولوجية من ناحية، ومن ناحية أخرى للرفع من مستوى جودة المعلومة عموما. في ملفاتنا الدولية، انتهى في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر المانحين لدعم سوريا ودول الجوار التي تأوي ما يزيد عن 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون ظروفا إنسانية قاسية ببلوغ سقف تعهدات مالية ب10 مليار دولار. وخلص المؤتمر أيضا إلى ضرورة ترشيد المعونات واعتماد فلسفة جديدة في تقديمها خصوصا وتوظيفها للتمدرس والعمل. في الجملة جمع مؤتمر المانحين لسوريا أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، وهو مبلغ أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلافا لما توقعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالحاجة إلى 7 مليارات دولار على الأقل خلال العام الجاري. السيولة المالية المرتقبة جاءت خصوصا بتعهد ووعود مالية من الاتحاد الأوروبي بالمساهمة ب 3.36 مليار دولار هذا العام لدعم سوريا إلى جانب الأردن ولبنان وتركيا، وهي الدول التي تتحمل العبء الأكبر في إدارة الأفواج البشرية للاجئين السوريين المتدفقين بشكل شبه يومي على أراضيها بسبب النزاع الدائر. الكويت وألمانيا من ناحيتهما مجتمعتين التزمتا بتقديم 2.1 مليار دولار تصرف على دفعات خلال السنوات الثلاث القادمة لإدارة أزمة اللاجئين. وتعد تركيا البلد الأول الذي يحتضن أكبر عدد من اللاجئين رغم تشابك موقف أنقرة مع مجريات الوضع السوري المتأزم والمفتوح على طاولة المصالح الإقليمية والدولية. تركيا تستضيف اليوم 2.5 مليون لاجئ سوري، وتركيا بهذه الإحصائيات هي أكبر بلد مستضيف للاجئين في العالم،
هناك 650 ألف طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، 300 ألف منهم يتلقون تعليما منتظما، ونخطط للوصول إلى تغطية تعليم البقية. التحدي اليوم هو التزام تام لتحقيق الدعم ودفع الجانب التعليمي وإيجاد مواطن شغل وأعطاء اللاجئين السوريين الأمل لإنجاز مستقبل أفضل في المنطقة. ويعد مؤتمر لندن للمانحين بارقة أمل لملايين اللاجئين في دول الجوار، أما عن الذين في الداخل من لاجئين ومهجرين ونازحين وفارين من جحيم الحرب فإنهم يرتهنون إلى ساحات القتال المشتعلة قبل إيصال المعونات وتنفيذ البرامج الإنسانية هناك. في أخبار الرياضة، وفضلا عن الإقصاء المبكر من مسابقة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، فإن المنتخب التونسي لكرة القدم خسر 8 مراكز في الترتيب العالمي وصار في المرتبة 48. خسر المنتخب الوطني 8 مراتب كاملة في التصنيف الشهري للفيفا ليتراجع إلى المركز 48 عالميا. ويشهد المنتخب الوطني تراجعا في ترتيبه منذ سبتمبر الماضي، إذ كان يحتل المرتبة 33، وذلك نظرا إلى النتائج السلبية التي حققها زملائه علي معلول، بداية من الهزيمة ضد المنتخب الليبيري ضمن تصفية كأس العالم، وصولا إلى الخروج الأخير من منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين. أما على المستوى الإفريقي فقد احتل المنتخب الوطني المركز السادس، وهو ترتيب لا يخول له أن يكون على رأس إحدى المجموعات الخمس في الدور الأخير من تصفيات مونديال روسيا 18 و2000، مما يجعل التواجد في نفس المجموعة مع أحد كبار القارة السمراء مسألة حتمية. ترتيب المنتخب الوطني الحالي يبرز أن كرة القدم التونسية في تراجع مستمر، ليظل الجمهور التونسي يعيش على ذكريات الماضي، وخاصة عندما حقق المنتخب الوطني أفضل ترتيب في تاريخه بحلوله في المركز 19 سنة 98 و900 وألف، كما يعتبر المركز 48 ثالث أسوأ ترتيب يحققه المنتخب في مشواره بعد المرتبة 53 عام 2000 والمرتبة 59 سنة 11 و2000. وفي انتظار قرارات جارئة تعيد للكرة التونسية هيبتها، تبقى العناصر الوطنية أمام ضرورة تحقيق الانتصار في المواجهة المزدوجة ضد منتخب الطوغو مارس المقبل في إطار تصفيات المونديال من أجل التقدم في التصنيف العالمي وضمان مركز ضمن الخمسة الأوائل في إفريقيا شهر جوان المقبل. استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للكرة القدم سيدات التي ستحتضنها بوركينا فاسو في شهر مارس المقبل، فاز المنتخب الوطني للسيدات في مباراة ودية على الاتحاد الرياضي بقليبيا رجال بنتيجة هدف دون رد. بهدف دون مقابل انتهى اللقاء الودي الذي جمع منتخب السيدات لكرة القدم أمام أصاغر الاتحاد الرياضي بقليبيا. اللقاء يأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني للسيدات للمشاركة في تصفية كأس إفريقيا التي تحتضنها بوركينا فاسو. عملنا برشا ماتشوات أميكال مع الأولاد والحمد لله كلهم ناجحين، إن شاء الله نكملوا هكا وبعد كده نمشيوا لوناف إن شاء الله عنا باش نعرفوا حجمنا الحقيقي مع المنتخبات تون الجزائر ومغرب ومصر إن شاء الله. قاعدين نعمل في برشا ماتشوات مع الأولاد نحضروا الكاليفيكاسيون تاعنا، وديجا عندنا بطولة شمال أفريقيا ماتشوات باش نحضروا عليهم هذاك باش نحضروا عليهم ماتش، وأهم حاجة معناها هو إن شاء الله ماتش بوركينا فاسو أول ماتش باش نترشحوا به، وثاني ماتش غانا إن شاء الله قلت ربي نعملوا حاجة. اللقاء شكل فرصة مواتية للإطار الفني لمنتخب السيدات للوقوف على مدى جاهزية عناصر المنتخب الوطني قبل الدخول في غمار تصفيات كأس إفريقيا. عندنا تربص ثاني باش نقوموا به الأسبوع القادم من 8 إلى 12، وهو كذلك تربص تحضيري للمقابلة التصفيات. بعد ذلك عندنا تربص ودورة في اتحاد شمال إفريقيا اللي بتدور في المغرب من 15 فيفري حتى 25 فيفري. قمنا بتنشيط المدينة في عديد المناسبات، كي حضرنا معناتها فهمتني الفريق الوطني التونسي، قدماء الفريق الوطني التونسي، قدماء النجم الرياضي الساحلي، وتو فهمتني ولا كبريات الفريق الوطني التونسي لكرة القدم. هذا وسيلاقي المنتخب الوطني للسيدات في الرابع من الشهر المقبل منتخب بوركينا فاسو المنتخب المضيف للدورة، ثم ملاقات منتخب غانا.
وفي كرة القدم العالمية انتزع ساو باولو البرازيلي تعادلا مهما من مضيفه سيزار البيروفي بنتيجة هدف لهدف في مباراة جمعتهما صباح اليوم في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس ليبرتادورز. وبدر هوبارك بافتتاح التسجيل لسيزار في الدقيقة 19 قبل أن يدرك كاليري التعادل لساو باولو في الدقيقة 66. ومن الرياضة إلى عالم القراءة والكتاب، فقد قالوا إننا أفضل الجميع، وقالوا إننا شعب أبهر العالم، ولكننا شعب لا يقرأ، وفعل القراءة عندنا لا يتعدى 3 دقائق في السنة. محاولات متواضعة لفتح شهية المطالعة والقراءة لدى التونسي، ومن بينها مغامرة افتتاح فضاء خاص لبيع الإصدارات التونسية والعربية، فضاء يتصدر قلب مساحة تجارية كبرى بالبحيرة. من الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس وقافية من أحب البلاد كما لا يحبها أحد، مروراً بالمجلات والقوانين والعقود، وصولاً لمن غادرون حديثاً كالقاصة وروائية رضوى عاشور وسمير القنطار، وحتى لا ننسى صاحب رواية عمارة يعقوبيان علاء الأسواني ومؤلف رواية عزازيل يوسف زيدان، وآخرون تجاوروا في هذا الفضاء التجاري، تجاوروا في الرفوف ليصل عددهم إلى قرابة 100,000 عنوان بين إصدارات تونسية وأخرى قادمة من وراء التضاريس. هنا تزدحم العناوين في فضاء ثقافي خاص مجاور لمحلات الملابس وحقائب اليد بواحدة من أكبر المساحات التجارية بالبحيرة، فهل يستقيم الرهان؟ أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع قالوا لي أنت واعي شو اللي قاعد عملت، يعني استثمرت استثمار كبير من نوع هذايا في الكتاب، معناها حاسب شنو المردود اللي حيكون. قل أنا قناعة، وأنا قناعتي كبيرة في التونسي، خاطر التونسي احنا شعب مثقف، بورقيبة كون من الأول ثقافتنا. وبعيدا عن صياغ التفضيل والتجميل هذه، نحن أمة لا تقرأ، ومعدل القراءة عندنا لا يتجاوز 3 دقائق للفرد الواحد في السنة. تصحر فكري، هذه بعض من نتائجه. التونسي في العموم هناك ضعف في مستوى النقاش، لا يتحمل النقاش لأنه لا يملك أدوات التفكيك والتحليل وحتى القدرة على الإصغاء والفهم إلى غير ذلك، ينفعل لا يعقل. وإحنا في مرحلة اليوم نبني في عقلية جديدة متاع تنوع في الآراء وقبول الرأي المخالف والتوافق وحرية التعبير والمواطنة، هذوما الأسس متاحة هما الثقافة. وإن كنا لا نقرأ مثل ما تقرأ بقية شعوب المعمورة وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية، فهل فعل الترجمة متطور عندنا؟ سألنا فعلمنا أن معدل ترجمتنا للكتب لا يتجاوز 60 كتابا في السنة على أقصى تقدير، في حين يترجم المصريون قرابة 500 كتاب، أي 8 أضعاف معدلنا السنوي. أما في أوروبا فما يترجمه الإسبان مثلا في سنة واحدة يفوق ما ترجمه العرب منذ عهد الخليفة المأمون في القرن 4 للهجرة إلى يومنا هذا. فهل بعد هذا ما زالت تستهوينا صياغ التفضيل وعبارات المجاز الجوفاء؟ ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وفاة 3 أشخاص في حريق داخل محل لبيع البنزين المهرب في جابس. رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية مع تحسن الأوضاع الأمنية وتوقعات بارتفاع نسق الحركية التجارية. وتونس تدعو إلى مراعاة دول الجوار الليبي وتطالب بإبلاغها قبل أي تدخل عسكري في ليبيا. ويمكنكم مشاهدين التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية info@tunisiatv.tn. ونذكر دائما أن 54 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.